ني جيت قلت له اسمع المحطة التطوان والدمع والشيبورات بحزنة والقريسونات وقت قال لي تبارك الله نظام على هذا أشلو على نظام غير نظام بغى يضربني قال لك غني لنا على المحطة جبنا قصيدة على صعبت له عليها صعبت له هادوك دابا كانوا داروا المسابقة وانا ما كانش فراسي عندي واحد القوايجي تيقولوا له السي مصطفى الله يرحمه عيط عليا قال لي السي محمد راه كاينه واحد المسابقة وانت مولاها كيفاش قال الحسن الثاني غادي يدخل لطنجة هادي بوكاش عام 1900
هدي الصفا هدي الطيب الشهر داق والي والقول والجاي على ما صار لي الشعر ديال الغربة وديال الشجن ومفكر تفكر وسلامتي قليلة وشحال من عذاب جرالية قلت له يدير الدبيين ويعيط الله يجي وفهم المعنى دغيا وشهد يدير في الجو يدي في الجيب ويعيط وما يجي بايت الوسيلة عرفني شنو قلت شنو قصدتي يا شنو قصدتي الله غالب تنضرب يدي في الجيب وما لقات حاجة لا يدير يدي في الجيب ويعيط وما يجي يدير يدي في الجيب ويعيط وما يجي الفلوس تحضر وتغيب دور شوية ولي الله 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 اللهم لك الحمد كي تشوفوا دابا هو تسلق وتقلم ناس مزيان والحمد لله على كل شيء وعلى الصرور نادى فلك الله يكتب خير الحمد ربي غير ما تبلينا شي بتدخين ما تبلينا بخمر ما تبلينا بخمر اللهم لك وعدي وعلاش يا الشمعات تبشان علي تلي الشريع يا الشمعات ليش رايقة حلو وثبات يا الشمعات بطي هذه قليلة كنت ليوش حاجة وانا ما كنت جيت تلقى تخلص على الطفل وبخير ضحك قلت ليوش حاجة وانا ما لقيت جيت تخلص شريع ولكن عرفتي دار الكرام وتكون نكات تكون شيء شعير بارية تكون قاتل أبا نواش أشو قعلو مع هارون راشد أبا نواش تتسمعو أشو قعلو مع هارون راشد عرض عليه هارون راشد كرموه وكلوه وشربوه وبرعوه وخرجوا للرياض يتفجج أبا نواش يزعينو تتبلو جوج الملك ركب على الفرات تلقى سلف على اليمين الشمال شاف داك الزين ديالها الطباب الملك رمى يدو للستين وشنو دار أبا نواش الله يا رب خلقتنا الجمال في فتنة وقلت في كتابك يا عبادي اتقوا أنت جميل وتحب الجمال وكيف عبادك ما يعشقوا والملك القصير هذا أبا نواش مع هارون راشد مش كاين شي شاعر فهمتو أنا الله تبارك الله عليك الشعر العربي ولا أمير الشعراء سوقي ولا رامي ولا غيره ولا زكريا أحمد ولا كمال الشناوي هذو كان الشعر ديالهم عندي تنحفظ من توانسة من الجزائر من ليبيا من العراق شوف الفنان تيكون من كل طرف
كامل بس تتلقى تتصغوط يكون عندك الشعر مكمول غير اجي ودير الكلام الشعر علاش تيترك انا ثلاثة الوجه والمعنى والقافية الى توفروا في هذا ثلاثة شعير وقف على رجلي ما توفروش راه غير الدربالة